مجهود كبير جدا بذلناه، حاولنا طبعا مصلحة النادي الأهلي دايما تكون أولوية وتكون حاجة هي اللي بنرسم عليها وبنحرك عليها شغل السادسة، ونتمنى إن احنا نكون نجحنا في المهمة دي، ونتمنى إن شاء الله واحنا داخلين على سنة جاية إن احنا نقدر نقوم بنفس الدور اللي بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، نكون مصدر ثقة ونكون قد المسؤولية اللي بنتشرف بيها إن احنا نشتغل على شاشة النادي الأهلي في السادسة. ورا الشغل اللي ظهر لحضراتكم فريق عمل كبير جدا هيكون معايا فيه بس دلوقتي في لفتة شكر، الحقيقة يمكن ما تدهمش أو ما توفهمش حقهم، لكن الحقيقة هم يستحقوا أكتر من كده بكتير. فريق عمل السادسة الحقيقة اللي هقدم لحضراتكم إنجاز التعبير خط هجومه النهاردة، اللي بيشرفني الحقيقة إن أنا شفتهم وقابلتهم وتعرفت عليهم واشتغلت معهم على مدار سنة كاملة، والحقيقة الناس كلها الحقيقة ما بتبخلش بأي جهد ولا بأي فكرة، وبتحاول يوم بعد يوم انها تحط بصمه كفريق عمل في السادسه. طبعا بيقود خط الهجوم كابتن ابو علي كابتن محمد ابو علي، استاذ محمد ابو علي طبعا رئيس تحرير السادسه. محمد انا بشكرك جدا طبعا، وبتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل حاجه على مدار السنه اللي فاتت، ويا رب كمان اللي جاي يكون احسن. واسمح لي بس اقدم بقيه الزملاء زاهر وشهاب ومنصف، ميرسي جدا ليكم، تعبتوا معانا ومستني انكم تتعبوا اكتر في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. انا طبعا في البدايه بشكرك ابو حميد، انت يعني سهلت علينا حاجه كتيره جدا ما شاء الله عليك يعني، واظن النتائج كلها وكلام الناس عنك يوفيك حقك، انت ما شاء الله يعني فعلا سهلت علينا حاجه كتيره. عايز اشكر طبعا الشباب من افضل الناس اللي اشتغلت معاهم في الميديا، يعني كل واحد بقاله داخل في حوالي 10 سنين كده ولا حاجه، بجد من افضل فريق العمل اللي اشتغلت معاهم سواء زاهر او شهاب او منصف. وطبعا مش هنسى المجهود اللي عملته معانا الاداره، عمرهم ما فرضوا لنا حاجه، استاذ ايهاب الخطيب الكابتن اسلام الشاطر، ما طلبناش منهم اي حاجه سواء سكايب بره حد صعب محتاجين حاجه معينه اي حاجه يقول لك تمام يعني اشتغل ومالكش دعوه. فانا بشكرهم وبشكر فريق العمل، وبشكر طبعا هشام جمال البروديوسر اللي من اشطر الناس اللي اشتغلت معاهم في خط الهجوم، لسه في خط الهجوم، وبيبو وعادل بقى وعماره وكريم ومجموعه اللي شو احمد مجدي ومجموعه بتاعه الاخراج، حاجه محترمه جدا. ربع ساعه باصص للميكروفون هيتكلم بس انا فعلا الناس دي من افضل الناس اشتغلت معاها في حياتي، فانا حابب اشكرهم جدا. كل سنه وكل مصر بخير، ويا رب كده السنه الجايه نعمل كل ما هو افضل باذن الله. باذن الله. طبعا ابو علي قال كل حاجه تقريبا يعني، مش لازم هزيد مش هزيد عليه زاهر، لازم مش هزيد عليه في الكلام، مش حاجه بتطلع من غير التاتش بتاع زاهر، فلازم نستنى. بس انا حابب طبعا اقول حاجه خاصه لحضرتك الاستاذ احمد سمير، انا شخصيا واحد من الناس محظوظ جدا ان انا اشتغلت معاك انت حضرتك، يعني ممكن اكون شهدت فيك مجروحه، انت واحد من امهر واشطر واكثر الاعلاميين في مصر مهنيه واحترافا يعني بلا شك، اكيد كل اللي بيشوفه السادسه تابع حضرتك. بالنسبه بقى لابو علي يعني حدث ولا حرج، هو احنا صحاب من زمان، بس انا تقريبا قعدت اكتشاف ابو علي خلال السنه دي او السنه ونص دي، يعني هو راجل صاحبه وجدع وكل اللي انت عايز تقوله قوله يعني. طبعا احمد شهاب ملك السكايبات، الاستاذ محمد منصف دايما بيفكر خارج الصندوق. هو اسم شهاب ده مبدئيا يعني مبدئيا اسم شهاب ده قلما يتم تداوله هنا، والنيك نيم مش عارف اقول ولا ايه يا ابو نواف طبعا فانا بشكرك وبشكر طبعا كل الناس، وان شاء الله السنه الجايه يبقى ان شاء الله باذن الله السادسه. اتفضل يا شيخ. طبعا اولا انا يعني سعيد جدا بالعمل في قناه النادي الاهلي، طبعا دي قناه يعني اعظم نادي في الكون، وانا شرف ليا ان انا اكون جزء من منظومه نجاح، وطبعا خاصه بتشرف ان انا بشتغل برضو في برنامج زي برنامج السادسه مع مذيع شاطر جدا ومحترم جدا، وانا استفدت منه جدا يعني جدا من العمل معاه، وطبعا مع استاذ محمد ابو علي يعني رئيس تحرير ناجح ومحترم، واستفدت منه برضو بالشغل معاه جدا، وافكاره برضو خلتني اطور من شغلي بره حتى، وطبعا اخواتي زاهر ومنصف، وان شاء الله باذن الله تبقى السنه الجايه سنه سعيده، وان شاء الله يبقى فيها شغل احسن ويرضي طموح وشغف الجماهير جماهير الاهلي. يعني تطلع معانا هنا شرط ميسي ورونالدو سكايبات ان شاء الله باذن الله ربنا كريم، ويبقى في حاجه ان شاء الله بنوعد الناس ان شاء الله باذن الله بعد الكريسماس هيبقى في سكايبات يعني حاجه عاليه جدا ان شاء الله، ليفل تاني ان شاء الله باذن الله. اخد حضراتكم بقى ونروح لمنصف ضلع اساسي في السادسه، وحد من الناس متميزين واللي ليه دايما نظره خاصه وزاويه تناول مختلفه، ولما تتكلم على الارقام والاحصائيات حدث ولا حرج زي ما بيقولوا منصف. يعني في البدايه بشكر حضرتك على الكلام اللي حضرتك او التقديمه اللي قدمتها لي،
ولكن احنا عايز أكد ان هدفنا الرئيسي ان هو نقدم مادة إعلامية تليق بمكانة النادي الأهلي نادي القرن الأفريقي، وهو ده اللي بنحاول نسعى له وبنحاول نقدمه وبنحط ده في اعتباراتنا بشكل مستمر واحنا شغالين. فبشكرك على التقديمه وما عنديش حاجه اضيفها اكتر من اللي جاي احلى ان شاء الله باذن الله. بقى يعني بوعدكم جميعا ان باذن الله القادم افضل وان احنا نقدم شغل نوعي خلال الفتره المقبله ان شاء الله باذن الله. اتنين لابد ان انا ما اقدرش انساهم ابدا من كرو السادسه، الحقيقه لعبوا دور كبير جدا عشان يظهر السادسه بالشكل ده، وبنوعد حضراتكم ان شاء الله انه نستمر على نفس المستوى وافضل كمان. بيبو مخرج البرنامج وهشام جمال بروديوسر، الاثنين الحقيقه لعبوا دور كبير بس طبعا عشان هم موجودين ورا الكاميرا فللاسف ما قدروش يظهروا معانا، لكن ده ما يمنعش ان هم كان ليهم بصمه مهمه جدا. انا كمان لازم اتوجه بالشكر للكابتن اسلام الشاطر وللزميل عزيز استاذ ايهاب الخطيب وللزميل باسم عزمي على كل الدعم اللي شفته منهم على مدار سنه كامله اشتغلنا فيها في السادسة، وبنوعد حضراتكم دايما ان شاء الله على شاشة الاهلي دايما نتقابل، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون احلى عليكم وعلينا وعلى الاهلي باذن الله. بشكر حضراتكم وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله.